السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حكومة عزيز أخنوش تسحب مشروعا قانونيا من البرلمان كانت قد قدمته حكومة بنكران. أقدمت حكومة عزيز أخنوش على مراسلة رئيس مجلس النواب لطلب سحب مشروع القانون رقم 1016 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي أحالته على البرلمان حكومة عبد الإله بنكران في الرابع والعشرين يونيو 2016. واختارت حكومة أخنوش سحب مشروع القانون المذكور وفق ما أعلن عنه الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب وذلك بخلاف حكومة سعد الدين العثماني التي كان لها رأي آخر ولم تقم بسحبه إلا أنه لم يراوح مكانه وعرف بلوكاجا وجدلا بين الفرقاء السياسيين دون أن يرى النور وكان زعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية قال إن حزبه لن يغير موقفه من تجريم الإثراء غير المشروع وأوضح أن عدم المصادقة على مشروع ظل في البرلمان لمدة أربع سنوات لتضمنه مادة تجرم وتعاقب الإثراء غير المشروع يوحي وكأن الإرادة السياسية غير متوفرة